نتيجه امتحان بنك مصر 2022. استعلام النتيجة امتحان تدريب بنك مصر 2022 والحصول على الشهادة. تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة داخل المحافظات المصرية المختلفة من جانب الطلبة والطالبات الذي تقدموا لأداء الامتحان المخصص للتدريب في بنك مصر، وذلك حيث يرغبون في معرفة نتيجة امتحان بنك مصر 2022 التي أدوها في الأيام القليلة الماضية، وذلك حيث كان بنك مصر قد أعلن عن فرصة للتدريب الصيفي لطلاب كلية التجارة المقدمين في الفرقة الثالثة أو الرابعة، وذلك عن طريق أداء امتحان بشكل إلكتروني من أجل اختيار العدد المناسب لهم لأداء التدريب الصيفي في البنك. يبحث الطلاب الآن بشكل مكثف عن نتيجة امتحان بنك مصر 2022 التي من المقرر أن تظهر اليوم، حيث كانت إدارة البنك قد أكدت على أن النتائج الخاصة بالامتحانات الخاص بالتدريب الذي تقدم له الآلاف من الطلبة والطالبات على مستوى كافة المحافظات المصرية ستظهر في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يوليو 2022، وذلك عبر موقع البنك الإلكتروني. وأكد البنك على أنه يجب على الطلاب الراغبين في أداء التدريب الصيفي اجتياز هذا الامتحان بنسبة 50% على الأقل. وعن رابط نتيجة امتحان بنك مصر 2022 فنقدم لكم بالتفصيل الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة إلكترونيا دون الحاجة إلى الخروج من المنزل كالآتي. أولاً، يتوجه الطالب أو الطالبة إلى موقع بنك مصر الإلكتروني. نقطة. ثانياً، يتم تسجيل الدخول بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر. ثالثاً، النقر على نتيجة الامتحان. رابعاً، يقوم الطالب بتحميل نتيجة الامتحان الخاص به بصيغة PDF حتى يتمكن من الاطلاع على نتيجته ليعرف ما إن كان اجتاز امتحان التدريب أم لا.